البحيرة المقدسة من معابد حتشبسوت، وهنا بيتم فعاليات الصوت والضوء، حتى في مقاعد في الخلفية هناك ايه، ودي أدوات الإضاءة والتشغيل. إنما البحيرة المقدسة دي لها كذا تفسير. هل هي كانت بحيرة لاغتسال الكهنة وقبل ما يأدوا الطقوس والشعائر بتاعتهم؟ ده بعض الآراء. هل هي كانت لاستراحة المراكب المقدسة؟ برضو ودي آراء تاني. إنما أغلب الناس مجمعين على إن هي المية ثابتة زي ما هي، لا هي اتغيرت لا لون ولا طعم ولا ريحة، اتغيرت زي ما هي. وده بتناقض مع مرور السنين، يعني المفروض مياه يعني محصورة في المساحة ديت هتتأثر، لكن هي ما تأثرتش الحقيقة. يعني حصل تجديد عن المرة اللي فاتت، كان مبني على حرف من هناك كده قصاد الناس اللي شغالة، كان مبني كده زي مصلى أو كشك أو حاجة كده على البحيرة، يعني زي رجال الأمن. تم إزالتها وتم تطوير الحقيقة، إنما هو الحقيقة ناقص حاجات كتيرة جدا، اللي هو اللوحة التوضيحية. المعبد ضخم جدا وماشي بطريقة عشوائية، التخطيط بتاعه مش هندسي سليم، لأ عشوائي. كل فترة يجي ملك يبني ويعمل ويعمر. فبالتالي اللوحات التوضيحية بتساعد الزائر كتير جدا. حتى واحد زي حالاتي ممكن يكون عنده ثقافة عامة وبيقرأ في التاريخ المصري القديم، لكن يجي بقى يقرأ على الطبيعة مش ممكن، يتعذر عليه ان هي ايه هو في انهي صرح وايه تمثال ده وايه دوت. احنا امام بحيرة المقدسة بمعابد الكرنك، منظرها جميلة. آلاف السنين مع ذلك ما زالت باقية. هل هي مثلا مياه جاية من عن طريق النيل مثلا، آبار من تحت؟ يعني ما كان علماء الآثار كانوا قالوا. هل هي نبع كده لوحديها؟ مشكلة برضو. هل هي مسحورة؟ زي بعض الآراء. أنا ما ملش مع السحر والشعوذة قوي يعني، إنما دي آراء بتتقال. ويعلمون ما آراء الشيء السحر والشعوذة والفضائيين، لما بيتعذر اكتشاف السبب الناس بتلجأ لمفاهيم مقبولة، خلاص حاجة فوق العقل فوق الخيال، يبقى سحر شعوذة. إنما هي محتاجة دراسات، إزاي بحيرة زي ديت بمعبد الكرنك تفضل ماءها آلاف السنين حتى الآن تفضل بحالتها؟ هل هي كانت بيغتسل بها الكهنة واستراحة المراكب المقدسة طقوس إلى آخره؟ ممكن كل الكلام دوت ممكن. بين هناك أهو آدي مسلة حتشبسوت الملكة العظيمة، وجنبها مسلة تحتمس، وهو بهو الأعمدة باين أهو، والصرح الأول باين هناك أهو، وده الصرح اللي قدامنا التاسع بقى، لأنه بعد ما بيخلص ست صروحة رايح كمان صرح في صرح في صرح، صرح إحنا قلنا صرح بوابة ضخمة وليها سلم داخلي. أسيبكم شوية مع بحيرة البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك. في سلالم، يعني ايه في سلالم جانبيه داير ما يدور باين اهي لنزول البحيره
اهي اكتر من سلم. معنى كده ان كان بيحدث فعاليات على وجه البحيرة ايا كانت الفعاليات، فعاليات دينية، سياسية، طقسية، اغتسال، تطهر، ايا كان، انما كان بيحصل فعاليات. ايه هي؟ لا يوجد جزم بهذه الفعاليات. من امام البحيرة المقدسة معكم عارف يوسف، اتمنى اكون بنقل لكم صورة حية كأنكم زرتوها، واللي زارها هيستمتع، واللي ما زارهاش نشوقه يروح يزورها ان شاء الله. طب شكرا جزيلا.